هيبقى عايزين دعم حكومي وتوعية كمان حكومية، لأن احنا في مصر برضو مهما كان احنا بنبقى شركات صغيرة ولسه يعتبر بالنسبة لناس شباب صغيرين، فمش بسهولة الناس بتبقى مستوعبة الموضوع أو إنها تنفذ. فلو ما فيش جهة بتدعم الموضوع وتبقى معانا سواء بالدعم المعنوي أو الدعم المادي، يبقى فيه تمويل، لأن طبعا دي بتبقى هتبقى مشاريع ضخمة. احنا عندنا النو هاو بس ما فيش الإمكانيات المادية إن احنا نعمل معلش سؤال